باب في القنوت بعد الركوع. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قال المصنف أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن مسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجلد وطأتك على مضر، اللهم اجلد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف، ويجهر بذلك يقول في بعض صلاتي في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لحيين من أحياء العرب، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوط فقال قبل الركوع فقال فقلت إن فلان زعم أنك قلت بعد الركوع قال كذب، ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من بني سليم قال بعد الركوع. وقال المصنف أخبرنا الوليد أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح. أخبرنا أبو نعيم عن شعبة بإسنادهم. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس بن مالك أقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم، فقيل له أو قلت له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع يسيرا، قال أبو محمد أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب. وقوله بعد الركوع يسيرا هذا القنوت في النوازل، القنوت في النوازل يكون بعد الركوع. هذه المسألة هذه الأحاديث كلها تناولت مسائل كثيرة، منها أولا هل يكون وتر يكون يوتر قبل الركوع أم بعده، هل كان يوتر ويقنط قبل الركوع أم بعده. اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة في السنة كلها، واختار يعني هل القنوت يقنط في الوتر كل وتر كل يوم يقنط أو في السنة مرة يقنط أو في رمضان يقنط أو في آخر شطر الثاني من رمضان، كل ذلك وارد في هذا الباب، والخلاف وارد بين العلماء في هذا الباب. ابن مسعود يرى القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع، روى ذلك محمد الحسن الشيباني في كتاب الأصالة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه رضاه كان يقنط السنة كلها في الوتر قبل الركوع وسنده منقطع. وروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. قال ابن التركماني في الجوهر النقي هذا سند صحيح على شرط مسلم، قال حافظ في الدراية سند حسن وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري بن مبارك وإسحاق أهل الكوفة وهو قول الحنفية، واستدلوا بحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، رواه ابن ماجه والنسائي. وبما روى البخاري في صحيحه في المغازي عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا رضي الله عنه عن القنوط بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال بل عند فراغ من القراءة. وبما روى البخاري ومسلم عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوط فقال قد كان القنوط قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله، قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زواء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه على رعل وزكوان. وقد جاء عن أنس روايات مختلفة في هذا الباب، قد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنط بعد الركوع، وهذا أيضا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ثبت بعد الشطر الثاني من رمضان. ولذلك كثير من الناس يعني يغفلون عن ذلك ويأخذون القنوط صنعة في رمضان، بالذات صنعة في رمضان قبل في أول الشهر، و يشغلون الناس عن التدبر في القراءة بالقنوت. نعم الحمد لله أنتم دعواتكم لنا تصل، والله ربنا يجزيكم خيرا ويجزي كل من أحسن علينا خيرا. وقد استدل من قال بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركعة، وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس.
قال العراقي إسناده جيد، وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط بعد الركوع، رواه البخاري في المغازي. وبحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو إلى قوله فإنهم ظالمون. قال الحافظ روى البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوط قبل الركوع، وقال الباقي رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ، وعليه درجة الخلفاء الراشدون، وهذا الأرجح وهو الصحيح أن القنوط بعد الركوع أنه إذا ركع فقام يسيرا يدعو ويقدس. قال محمد الناصر في قيام الليل وسئل أحمد، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حلينا أبدا. قال محمد الناصر في قيام الليل وسئل أحمد عن القنوط في الوتر قبل الركوع أم بعده، وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال القنوط بعد الركوع، ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الغداة. وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة، وكان إسحاق يختار القنوط بعد الركوع في الوتر. قال محمد النصر وهذا الرأي أختاره. والحقيقة كما قلت هذا قول يعني أغلب الناس، أن أغلب العلماء المحققين قالوا القنوط بعد الركوع، وهم لم يجعلوا القنوط إلا في لم يجعلوا القنوط إلا, إلا, إلا في الشطر الثاني من رمضان. وقيل يجوز القنوط في الوتر قبل الركوع وبعده، والمختار عندي كونه بعد الركوع. قال العراقي ويعضل كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة، لذلك الأحاديث الواردة في الصبح. هذه المسألة الراجح فيها أن القنوط يكون بعد الركوع لا قبل الركوع. المسألة الثانية أفاد الحديث الأول من الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. وهؤلاء صحابة دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنجاء والخلاص والعذاب، وقد كانوا أسرى في أيدي الكفار بمكة. وعياش بن أبي ربيعة هو أخو أبي جهل لأمه، حبس أبو جهل بمكة في السلاسل، وسلم بن هشام هو أخو أبو جهل قديم الإسلام عذب في سبيل الله ومنعوه أن يهاجر، والوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد وحبس بمكة ثم أفلت منهم وهاجر، وهو الذي تسبب في إسلام خالد بن الوليد لما بعث عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أين خالد، كيف عقل خالد لا يرشده إلى الإسلام، لو خالد معنا وجعل كده وجده وجهده للإسلام لكان خيرا له. فبعث فأخذ ناقته وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في الطريق عمرو بن العاص فأسلم معا ولله الحمد والمنة، كان عزا لأهل الإسلام ولله الحمد والمنة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف، اللهم اجد عذابك وعقوبتك على كفار قريش وهم من قبيلة مضر، واجعل عذابك عليهم بأن تسلط عليهم قحطا عظيما 7 سنين أو أكثر كالقحط الذي حدث أيام يوسف عليه السلام. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له، يحتمل أن يكون دعاء لها بالمغفرة أو إخبار بأن الله تعالى غفر له، وفي الحالتين إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سلمها الله، لما يكون دعاء لها أو إخبارا أيضا في هذا الباب. وكان الأمر على هاتين القبلتين بالدعاء لهما فأسلم قديما وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح، يعني أنه روى عن أبيه هذا الحديث بهذا الإسناد في الصبح. وأنس ذكر حديث أن السلام ما ترك القنوط حتى مات، وهذا هو وهذه الحجة التي تمسك بها الشافعي على أن الصبح يقنط فيه. نعم، جاء في شرح سنة الترمذي قال الحزمي في كتاب الاعتبار اتفق أهل العلم على ترك القنوط من غير سبب في 4 صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال واختلف الناس في القنوط في صلاة الصبح، فذهب أكثر الصحابة فما بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنوط فيها، وذكر كثير من الصحابة والتابعين. قال من الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر محمد والحاج بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس من أهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحاب والثوري أيضا، قيل عنه أنه قال بالقنوط في الفجر أيضا، وخالفهم بذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوط وقالوا بدعة، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسخ. هذا كلام الحازمي. قال شو كان منهم احتج بهذا الحديث من أثبت القنوط، ويجاب أنه لا نزاع في قنوط في وقوع القنوط منه صلى الله عليه وسلم، لكن هل استمر أم لا؟ الحقيقة أن الشافعية يرون بحديث أنس أنه استمر إلى أن مات، ومن حسن حديث أنس قال بالسنة المستحبة القنوط بعد الفجر، حتى أنه قال الشافعي لو نسي يسجد له سجود السهو. وهذا الكلام أقوى وأرجح، هذا الكلام أقوى وأرجح، والحديث قد ثبت. لكن من قال بدعة هذا الذي لم يصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت إلى أن
إلى أن مات، والأمر في ذلك واسع ويسير. الحمد لله الباب قد انتهى، والحمد لله أنا حققت بلاء شديد، والله تعالى يعني حتى من الداخل يعني من أحسن إلي ويسر الله الأمر لي، لذلك تأخرت عليكم، والحمد لله ما ضاعش الدرس وأخذنا الدرس لله الحمد لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم. لكن فاصل الخطاب، لا فاصل الخطاب، القنوت في الوتر يكون بعد الركوع، يكون بعد الركوع، والقنوط في النوازل أيضا بعد الركوع، ويكون في الخمس صلوات أو في المغرب والفجر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.